السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعنادوهم وهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. لنتوجه مباشرة إلى تقرير قناة الإمام الحسين عليه السلام ولقاء الصحفية مع أحد الأخوة أو مجموعة من الأخوة من الزائرين من البحرين، من إيران، أعتقد كان من السعودية، أيضا هيئة المواكب أو بعض من رؤساء المواكب، صحة العبارة، تكلموا عن الخدمة الحسينية. لنستمع إن شاء الله إلى هذه الكلمات التي بالتأكيد تغيظ كل أعداء أهل البيت عليهم السلام. لنشاهد أو لنستمع إلى هذه الكلمات ولنا تعقيب إن شاء الله، فخليكم الفيديو بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أشاد الزائرون العرب والأجانب المشاركون بمسيرة الأربعين بالخدمات التي يقدمها الحسينيون على طريق الزائرين باتجاه كربلاء المقدسة، مؤكدين أن أصحاب المواكب والمنازل يقدمون جميع ما يحتاجه الزائرون بعيدا عن قوميتهم أو جنسيتهم. نتابع المزيد في تقرير نور أحمد. رغم توافد الأعداد المليونية من الزائرين هذا العام لإحياء زيارة الأربعين، بقيت موائد المؤمنين من الأهالي وأصحاب المواكب الحسينية عامرة بالكرم والسخاء، فأن لزائر أن يعطش أو يجوع وهو في حضرة سيد الشهداء عليه السلام، وهو ما اتفق عليه الزائرون باختلاف بلدانهم وأعراقهم. طبعا احنا سنويا نحضر من قبل جائحة كورونا، ووقفنا سنتين والحين رجعنا، وما شاء الله سنويا نلقى المواكب، يعني أهل العراق ما يحتاج بعد نوصفهم، كرم ضيافة بحضرة أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه في كل البقع المقدسة، عند النجف الأشرف، عند أمير المؤمنين، عند باب الحوائج موسى بن جعفر، في سامراء، في عند العسكريين، وعند الإمام الحسين سلام الله عليه. هاي بالأخص يعني ما شاء الله جدا أثابكم الله على هذا العمل وعلى هذا الخير اللي تبذلونه إن شاء الله. بعنواني كزائر إيراني، باسمي كزائر من إيران وكصاحب موكب الذي يخدم الزائرين وكل المعزين لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، أقول أن بحمد الله إخواننا العراقيين لم يقصروا أبدا في خدمة الزوار الإيرانيين وباقي الجنسيات كاللبنانيين والكويتيين وباقي الدول، ويبذلون أقصى جهود وكل ما يملكون في خدمة الزوار. إذن يجب علي أن أشكر الشعب العراقي العزيز بشكل خاص، بالرغم من حرارة الجو وقلة الماء وانقطاع الكهرباء، ولكن هم بكل قوة يخدمون الزائرين، فيكون أجرهم على أبي عبد الله الحسين عليه السلام إن شاء الله. النقطة الأساسية التي يجب أن أركز عليها أن هذه الخدمة تسبب الاتحاد والحمية بين جميع الشيعة في العالم، فعلي أن أشكر الشعب العراقي لتوفير هذه البيئة والأرضية المناسبة لاتحاد بين الشيعة، وإن شاء الله يكونوا مأجورين عند رب العالمين، وبخدماتهم في هذه السنين العديدة إن شاء الله يعد من المهيئين لظهور الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يستمروا في خدمة الأمة الإسلامية. الخدمات المقدمة لزائري الأربعين الحسيني لم تقتصر على موائد الطعام فحسب، فكل ما يحتاجه الزائر من خدمات مهما كان ثمنها غاليا يجدها أمامه خلال مسيرة العشق الحسيني صوب كربلاء القداسة والطهر. والله حاليا ثلاث وجبات احنا، ريوق وغداء وعشاء، ومستمرين. اهم شيء عندنا لان هاي الدنيا شو اسمه صيف، والجو تعرفون بهاي الايام يعني خاصة الأربعينية وصلت الدرجة فوق الأربعين، ماي ما متوفر، احاكيك انا من النجف يعني لا الثلج ولا الماي. الحمد لله والشكر فلوسنا كلها ذبيناها على الثلج. هاي هسه روح للترامز دندس سبعه تنبيهن ثلج، الله شاهد قاعد نوفر، قاعد وصل القلقاله ب 15000 وقاعد نجيبها خدمه للزوار. متوقعين هاي الاعداد؟ ما كنا متوقعين هذه الاعداد حقيقه، بس هو الحسين سفرته ممدوده ان شاء الله، وتكفي ونكيف في الجزائر، الله شاهد. هل اتاك حديث الأربعين ايات من الكرم والسخاء الحسيني
رتلتها نخلات العراق الباسقة وهي تفتخر بأهلها الطيبين الذين نذروا أنفسهم لنصرة الإمام الحسين عليه السلام وخدمة زائري مرقده الطاهر. نور أحمد، وكالة أخبار الشيعة. حياكم الله من جديد إخواني أخواتي، مثل ما استمعنا مثل ما شاهدنا، طبعا التقارير الصحفية تصل شوي متأخرة، أو تغطية قناة خواطر فكرية لأن عندها ما شاء الله كثير من الفيديوهات تغطيها، فقناة خواطر فكرية تأخذ مقاطع فيديوهية عفوا منتشرة وجاهزة للكرم العراقي. فمثلا قناة الإمام الحسين عليه السلام قناة بروفيشنال، قناة يعني احترافية بالتأكيد، يعني توصل اللقاءات بشكل صحيح أفضل مما مثلا قناة خواطر فكرية تأخذ الستاند الموبايل المايك اللي ما يشتغل كذا كذا وترتب لقاءات. فنأخذ اللقاءات جاهزة ومن صحة العبارة من المصدر موثوق، من مصدر يطلع لك صورة جيدة صوت جيد ويستطيع اللقاء مع أكثر من الجنسيات، وإحنا دورنا الترويج ونقل هذه المشاهد التي بالتأكيد تسر الناظرين. لا نريد أن نطيل أكثر، أقول نعم السفرة الحسينية سفرة ممتدة من النجف إلى كربلاء، من البصرة، من ذي قار، من بغداد، من كل المحافظات العراقية بالتأكيد الوسط والجنوب وبعض من أهل الغربية بالتأكيد السفرة الحسينية ممتدة. تقبلوا تحياتي في ختام الفيديو، ونحن مع الحسين وفي أمان.